اهلا بيكم في قناه هاوس جاردن الزراعه في المنزل. دلوقتي هوريكم ازاي نعمل تربه جدل الزراعه. لازم اجيب شويه طين شويه رمل، طبعا عشان في زرع بيحب الطين بس وفي زرع بيحب الطين على الرمل. طيب دلوقتي هنخلط الطين بالرمل، دلوقتي الطين معايا ناشف فاضطر ان انا هجيب شاكوش وابدا اخليهم حته واحده. طبعا عشان ده طبعا الطين بقاله مدة يعني، طبعا عشان كده عامل زي ما يكون صخور. احنا ممكن نرش عليه شوية مية، ونبدأ نعمله تاني. وكده انا قدرت اعمل تربة من غير ما تكلفني اي حاجة غير شوية رمل وشوية طين بس. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، طبعا سبسكرايب. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.